الطب والهندسة من كم؟ توقعات تنسيق كلية طب بشري 2024 في جميع المحافظات. حيث بدأ العديد من طلبة الثانوية العامة في الاهتمام وطرح التساؤلات قرب انتهاء موعد امتحانات الثانوية العامة عن توقعات تنسيق كلية طب بشري 2024 في جميع المحافظات. تنسيق الثانوية العامة 2023. حيث أنه من المقرر أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية واعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميا من وزير التربية والتعليم. توقعات تنسيق كلية طب بشري 2024 في جميع المحافظات. طب المنصورة 387 درجة. طب سوهاج 386 درجة. هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة. طب دمياط 386 درجة. طب الزقازيق 385 درجة. طب فاقوس 384 درجة. طب كفر الشيخ 383 درجة. طب طنطا 383 درجة. طب أسنان المنصورة 382 درجة. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة. طب الإسكندرية 382 درجة. طب بورسعيد 381 درجة. طب القاهرة 381 درجة. طب أسيوط 381 درجة. طب عين الشمس 380 درجة. طب جنوب الوادي 380 درجة. طب المنوفية بشبين الكومي 380 درجة. طب بنها 379 درجة. طب الأقصري 379 درجة. توقعات تنسيق كلية طب بشري 2024. طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة. طب المنيا 378 درجة. طب أسنان الزقازيق 378 درجة. طب حلوان 378 درجة. طب أسنان كفر الشيخ 377 درجة. طب الفيومي 377 درجة. طب السويسي 377 درجة. طب أسنان المنوفية 377 درجة. طب العريشي 376 درجة. طب أسنان أسيوط 376 درجة. طب أسوان 376 درجة. طب بني سويف 376 درجة. طب أسنان عين الشمس 376 درجة. طب أسنان القاهرة 376 درجة. طب أسنان الإسكندرية 376 درجة. طب أسنان طنطا 376 درجة. طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة. طب الوادي الجديد 375.6 درجة. طب أسنان المنيا 375 درجة. طب أسنان الفيومي 375 درجة. طب أسنان السويسي 375 درجة. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.
هندسة القاهرة 366 درجة. هندسة المنصورة 366 درجة. هندسة الزقازيق 363 درجة. هندسة عين الشمس 361 درجة.